يكتسب العلم أهمية كبرى في حياة الأمم والشعوب كمصباح ينير طريق الإنسان ويحسن جودة ونوعية الحياة. تنفق الدول الأموال الضخمة دعما للبحوث والدراسات العلمية لتطوير الاكتشافات والاختراعات ومعالجة عديد المشكلات التي تعصف بالبشرية. فصار العلم حجر زاوية في الريادة والقيادة للحياة وتلبية احتياجات الناس ورفع مستوى معيشتهم في التقدم والبناء ومكافحة الظلم والفقر والعنف والفساد، فضلا عن قوة سلاح العلم في وضع أفضل التدابير والتحوطات وتهيئتها لمواجهة صعوبات الحياة بمجملها. الخير أمة من تجندت بالعلم، كما تلاحظون الآن الدول المتطورة أنه سلاحها الوحيد هو العلم، أنه تتطور الشعوب والبلدان بالعلم. فكما تلاحظون أنه الاختراعات الحمد لله والشكر والشغلات العلمية، حتى الأمراض اللي جاي تتطور حاليا جاي نتغلب عليها بالعلم، أنه جاي نتطور إحنا معها. فإحنا إذا نبقى إذا تبقى هي شغلات سابقتنا خطوة فهذا خطر على البشرية. فالحمد لله والشكر تلاحظون اليوم أنه العلم هو رافد أساسي يغذي الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، والحمد لله والشكر أنه عندنا كفاءات علمية جاي تقود هاي البلدان وجاي تنتج ثمارها ثمار جدا طيبة. تدفع فضائل العلم المجتمعات المتنورة إلى تحقيق المكاسب في مراكز القوة والمال والأعمال ليتربع المتعلم على عرش السيطرة والهيمنة العالمية، كما يرفع العلم الناس إلى رتب أعلى في مقام النهوض بالمجتمع اقتصاديا وصناعيا وثقافيا بفضل جيل واع منتج يعمل بفاعلية واقتدار كجزء من حضارة شعب. الشخص عندما يضع رأسه على الوسادة في نهاية الليل يقيم عمله، ما كان مخطط أن ينجزه وما أنجز فعلا، حتى يقيم أداؤه إذا كان ضمن المستوى المرضي أو لم يكن ضمن المستوى المرضي، وما هي المعوقات وما هي الأساليب اللي أدت إلى هذا الأمر، ويأخذ التغيرات اللي خارج عن إرادته في إعداد الخطط المستقبلية كمواطنين عراقيين وكبيئة عراقية. يعني أهم مسألة لي الخطط هو الاحترام الوقت. كثقافة عامة لا يوجد هناك احترام للوقت، لأنه هذا الشغلة إذا الشخص شغلة تكلفه دقيقتين أو ثلاثة ما يأخذ بها عشر دقائق، ولا أكو اكتراث لأي مسألة للوقت. بينما إحنا إذا نريد نأخذها نأخذها من أساس العلم، نأخذها من أساس الإدارة والاقتصاد، كوني أستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد نلاحظ أنه الوقت إيش قد راح يكون أطول، إيش قد راح يكلفنا كلفة أكثر، وبالتالي يؤثر على مخرجاتنا ويؤثر على إنتاجنا وعلى كل الأمور اللي تنعكس على الحياة. شرف الله العلم وأهله فجعل العلماء ورثة الأنبياء وأكرمهم بالسمو والعلياء. ولأن الإسلام جاء محفزا على العلم والتعلم في عديد الموارد، يؤكد أساتذة في العلوم الإسلامية بجامعة تكريت أن للعلم مكانة مرموقة في الاعتبار والتقدير، فهو يفتح العقول وآفاق التفكير، فكل شيء من حولنا صار يدار بالعلم والاجتهاد والابتكار. احنا مسلمين والدين الإسلامي لا يتعارض مع العلم، وهناك الكثير من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة واللي تحث على أنه الإنسان يتعلم، على أنه الإنسان يتعلم. وكانت يعني أغلب الأحاديث وأغلب الآيات القرآنية تحث وتنص على أنه يجب أن يتخذ الإنسان من العلم منبرا لكي يرتقي به إلى مصاف الدول ومصاف الشعوب. يواجه العلم مختلف التحديات والتهديدات الرقمية، أهمها ما يعرف بالأمن السيبراني، وهو حماية نظم المعلومات والتكنولوجيا التي تدير محطات حيوية في حياة الناس لحمايتهم من السرقات والفساد والكوارث الطبيعية. أساتذة إعلام تحدثوا لنا عن أهمية أن تبقى المعلومات في متناول مستخدميها المستهدفين من قبل جيوش إلكترونية تعمل على إلحاق الضرر بالأمن الحاسوبي لغايات وصولية وتخريبية. نواجه خطر كبير جدا في العراق هو موضوع الأمن السيبراني المتعلق بالتكنولوجيا والتقنية الحديثة، لأن احنا نفتقر في العراق إلى هذه التقنية في سبيل مواجهة الأخطار والتداعيات القادمة التي قد تنعكس سلبا على حتى الأمن القومي، لأنه الأمن القومي مرتبط بالتحصين الأمني لقضية التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. يعطي العلم حبال النجاة لمن يريد الخروج من حصون الجهل والظلام إلى النور والضياء، كما لو أنه ماء الحياة يسقي العقول ويصنع هالة من الحضور الإنساني.
لبرنامج صباح كربلاء وليد الخزعلي. صلاح الدين.